بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد والي جهة الشرق، سادة العمال بالجهة ذاتها، سادة المسؤولون وغير المسؤولين ممن يحضر هذا اللقاء، نحن نلتقي جميعا حول محور واحد وقضية حيوية جادة يترتب عنها الكثير في مستقبل المغرب ومستقبل العالم كله، ويتعلق الأمر بالحديث عن تدبير الماء. ويكتسب هذا اللقاء أهمية وجدوى وجدية أن يكون جلالة الملك محمد السادس هو الذي اهتم به هذا الاهتمام البالغ من خلال عقد لقاءات عديدة مع مسؤولي هذه الدولة، ومن أجل تحميل الجميع ووضعهم أمام مسؤولياتهم في هذا المشروع الحيوي. ولا شك أن التذكير بأهمية الماء يكون دائما مستوجبا ويكون دائما ذا فاعلية وأثر، لأن الماء هو من تلك الأشياء التي ينعم بها الإنسان ولا يشعر بها إلا وقد ضاعت منه. الماء مثل الصحة، مثل الأمن، مثل أشياء أخرى لا يشعر بها الإنسان إلا حينما تغيب من حياته. كانوا يقولون إن الماء هو أهون موجود وهو أعز مفقود، وأهون موجود وأعز مفقود، حينما يوجد لا يأبه الناس له ويبدرونه ويبددونه، وحينما يفقد تكون تلك هي الكارثة والنهاية. والعالم منذ مدة قد ضج لهذا وتفطن بناء على هذه التحولات المناخية والتحولات الحضارية والاستعمالات الوافرة للماء، وقد وصل الماء إلى أكثر جهات الأرض، إلى البوادي، إلى القرى، وأصبح الناس فعلاً شركاء في الماء. لم يعد بالإمكان أن تنعم بالماء جهات محظوظة وتحرم منه جهات نائية قصية، فقد توسع استعمال الماء. وهذا التوسع كانت له أيضاً آثاره من جهة أخرى، ولكن حينما نتحدث عن الماء بهذا المعنى ويشترك الجميع، فإن ذلك يدل على أن هنالك حالة رشد نحن نصلها وندخل فيها. هذا الماء في استعمالنا معه قديما وحديثا لا يمكن أن يكون ذلك الاستعمال جادا إلا إذا صار هذا استعمال الماء وأهمية الماء في العمق من وعي الإنسان. إذا لم توجد أمة تعي قيمة الماء، فإن أي شيء يتخذ سيكون ثانويا. مفروض أن يكون تدبير الماء ثقافة مجتمعية يشترك فيها الجميع ويسهم فيها الجميع. والقرآن كان يريد دائما أن يقنع بأن الماء له أهمية في حياة الإنسان، وتحدث القرآن عن صور الماء في أكثر من 63 مرة يتحدث عن الماء، ويتحدث عن أهمية الماء ليقول إنه هو الحياة. والله تعالى يقول وخلقنا من وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويتحدث عن كل هذه الكائنات الحية على أن لها أصلا مائية. والله خلق كل دابة من ماء، والإنسان نفسه خلق من ماء دافق، وهكذا. وهذه كلها إشارات أو فتح للأبصار على مواقع الماء من حياة الناس، وتبصير بأهمية هذا الماء في حياة الناس. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية كلها متجهة في هذا الاتجاه، في اتجاه الحفاظ على الماء. وكان
الفقه الإسلامي يساير التشريع الأول أو نطق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فلاحظ أنه يكثر من استعمال الماء أو يأخذ أكثر مما يتعين، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، ما هذا السرف؟ ما هذا السرف؟ فقال سعد متسائلا: أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء سرف؟ يكون السرف أيضا في الوضوء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في الماء، أن في الوضوء سرفا، وأن من زاد في الوضوء في استعمال الماء فقد تعدى وظلم. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي أناس يعتدون في الماء وفي الدعاء، سيكون في أمتي أناس يعتدون في الماء وفي الدعاء، يعتدون في الماء يزيدون عن اللزوم، وفي الدعاء كذلك، حينما يبالغ الناس في الدعاء وخصوصا بمحضر الناس يكون ذلك أيضا خروج عن منهج الشريعة. والفقه الإسلامي أيد كل هذا بكل الأحكام التي دعت إلى اقتصاد الماء، فكان من ما يقرره الفقه أنه من سنن الوضوء تقليل ماء، تقليل الماء أي في الحضور قبل الاستعمال، أي حينما يكون الإنسان متأهبا للوضوء لا يكثر الماء من إحضار الماء لأن ذلك يغريه بالاستعمال الأكثر، تقليل الماء في الحضور وفي الاستعمال، وفيه كذلك الحفاظ على العدد، فكان أحدهم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فبين له أنه يغسل يديه مثلا ثلاثا، وأن من زاد على الثلاث فقد تعدى وظلم. ويذكر العلماء بل يذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يزيد على العدد إلا مبتلى، إلا الإنسان المبتلى أي الموسوس، من زاد في الوضوء على العدد المقرر يظن أنه يحكم الوضوء ويمتنه كما يقال فقد فإنه أحد الموسوسين، إذن يجب الاقتصار على هذا. والعكس هو الكراهة، وكره الزيد على الفرض، فلا يزيد الإنسان على الفرض في كل الوضوء فلا يبالغ، ولا يزيد في العدد ولا في المقدار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من نفسه المثل، فكان يتوضأ بمد من الماء، والمد نحو لتر ونصف، وكان يغتسل بصاع، والصاع 4 أمداد حوالي 5 لتر، هذا يكفي للوضوء، للوضوء مد. وهذا تحدث فيه الفقهاء، تحدث فيه الفقهاء وقالوا ليس شرطا أن يصل إلى المد، فإذا كان في جسمه يكفيه أقل من المد أو من الصاع فإنه يقف عند ذلك، إذا كان الإنسان في جسمه صغيرا لأن الأجسام تختلف، فقد كان يكفيه أن يتوضأ بأقل من اللتر ونصف فذلك جائز. لذلك قالوا وفي كتب الفقه المالكي من غير تحديد، أي النقص من غير تحديد، وهذه كلها ثقافة للاستعمال، لاستعمال ثقافة شرعية، وهي ليست نصائح، هي فيها أحكام، فيها واجب وجائز ومكروه وكذا. والإنسان المسلم بطبيعته يحب أن يؤدي هذه العبادة، لأن الوضوء عبادة لا يؤديها بمخالفة الشريعة، فلذلك يحرص على ذلك. وأنتم تعلمون أن الناس كانوا عندنا في بلادنا، في كل البلاد كانوا يقتصدون، وكانت هناك أواني خاصة للوضوء، صلاة صغار وكأنها مفصلة، كل محل هذا الإناء الذي يوزن وتوزن به فترة العيد كان هناك إناء للوضوء لئلا يزيد العدد، لأنهم سمعوا أن هنالك أشياء من الفقه قالها الفقهاء، وقال الفقهاء إن من ملأ أو وضع الماء في الحوض حتى أصبح الماء يخرج من الحوض فقد اعتدى، وقالوا كلاما، وقالوا هذا من البدع أن يزيد الإنسان في الماء. طبعا لما تغيرت الحياة وأصبحنا نتوضأ وضوءا بكيفية أخرى اختلف الأمر، كان الناس في الماضي يتوضؤون على هذه الصورة، وكانوا يضعون الماء في أحواض
الحواض في المساجد، والحوض يخرجون منه إناء أصغر ويتوضؤون. كان الناس في المشرق وفيهم الحنفية كأنهم يرفضون أو يكرهون أن يكون الماء قد استعمل، كانوا يحبون أن يكون الماء خالصا للوضوء، فكان كأنهم لا يحبون الوضوء في صهاريج المساجد. حنفية فقط، هذا ليس المالكية ولا الشافعية. ولك حينما جاءتهم هذه الأنابيب، أدخلت الأنابيب إلى المساجد وأصبح الماء يأتي في أنبوب، فكان ذلك كأنه على طريقة الحنفية، وسموا هذه الأنابيب حنفيات. لم تسمى الحنفية لأنها توافق تقريبا رؤية الحنفية في الماء الذي يتوضأ به، لأنه ماء ليس مستعملا. على كل فوقع كل هذا، ووقعت هذه التغيرات، وأصبح الإنسان يدخل إلى مرشة ليستحم، ولا يتوضأ ولا يغتسل. الفرق ما بين الاغتسال والاستحمام كبير. الوضوء الاغتسال شرعي لا يضر، ولكن الاستحمام يمكن أن يبقى الإنسان تحت المرشة نصف ساعة أو ساعة، خصوصا إذا كان الجو ساخنا، فيستحم ويتبرد في الحقيقة، ويذهب من الماء المشترك اللي هو ماء الأمة يذهب منه الشركة. فنحن نقول إن الإنسان يتدبر هذا حينما يكون على الأقل هذا في وعيه، يعرف أنه ليس متروكا لنفسه ليفعل بالماء ما يشاء. إذن هذه بعض توجيهات أشار أو نص عليها الفقه، بمعنى أن تدبير الماء موجود بكيفية موسعة. لا أحب أن أطيل عليكم في هذا، وإنما أحب أن أشير فقط إلى أن الفقه الإسلامي كان يتحدث أيضا عن مصادر الماء، وحديث الفقه عن مصادر الماء حديث محكم. مصادر الماء كانت مضبوطة بما كان يسمى بحريم الماء. حريم أي أنه حيثما يوجد ماء يوجد مساحة ومجال حيوي للماء يجب احترامه. فحريم الماء أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قد حفر بئرا فإن من حولها يجب أن يترك 40 ذراعا لا يحفر فيها بئرا أخرى لئلا ينزح الماء الذي يوجد في البئر الأخرى، وأن يفسح الإنسان أن يستعمل الماء يستعمل المجال لسقي أغنامه إن كان في ذلك. وذلك عندنا في الفقه أحكام كثيرة لحريم الماء، حريم النهر، حريم العين، حريم البحر، لأن كل الأخطاء التي وقعت هي مخالفات شرعية في الحقيقة. إذا كان مفروض عليك أن تبتعد عن النهر، وحريم النهر يقاس بنصف عرض النهر، هذا مسألة معروفة قبل ما تكون لا هندسة، ولكن الإنسان لا يجوز له أن يستغل ضفتي النهر لأنها مشتركة. ولكن الناس الآن يتساءلون حينما يبنون في عمق في سرير النهر، ثم تأتي بعد ذلك أشياء ليقول إننا فوجئنا بالنهر يأخذ الناس ويأخذ الملعب واللاعبين معا كما وقع في بعض الأحداث. هناك مخالفات شرعية لم يتفطن الناس إليها، وهي أصلا يجب احترامها من باب احترام الشريعة قبل أن تكون هناك سلطة قاهرة. أي الإنسان من ذاته كان يجب عليه أن يعرف أن هنالك حريما. أخيرا أقول إن الماء إن المغاربة كانوا يتفطنون ويعرفون هذا، وكانوا قد اهتموا بالمياه الجوفية والمياه العادية، وصانوها من أن تتسرب أيها المياه المستعارة. هذه مشكلة في الحقيقة. إذا كنت ترى مثلا أن مدينة من المدن القديمة كفاس تدخلها الأنهار، ويستعمل من الماء من ماء الأنهار الشيء الكثير في المساجد، في الوضوء، في الميضاءات، في الحمامات، في البيوت، لكن تلك المياه لابد أن تخرج. أين تذهب هذه المياه إذا لم يكن الناس قد فكروا لها لتخرج لئلا ترتبط بالآبار والأنهار فتلوثها؟ كان هذا شيئا حاضرا في فاس. كان الناس قد حفروا أو يهتموا بهذا، ووضعوا شبكة من القنوات، قنوات الصرف الصحي. قنوات الصرف الصحي في فاس كانت تبلغ 63 كيلومتر، وفي مراكش
أقل من ذلك بقليل، وفي مكناس، كل المدن. وكانت هذه القنوات تصنع بقنوات خاصة مصنوعة من فخار، وكانت توضع وكانت تسمح بالتقاط تلك الماء وإخراجها عن المدينة حتى لا تلوث بها المياه. وكان هذا من فعل الأوقاف، أي هذا الشيء هو دائما قامت به الأوقاف الإسلامية. وفي مدينة سلا كانت هناك قنوات للصرف الصحي، وتآكلت وبعث ناظر في وثائق، وبعث ناظر سلا إلى السلطان يشكو إليه أنه ليس له ميزانية لإصلاح هذه القنوات، لأن القنوات كانت تهترئ بسبب أنها مصنوعة من مادة ترابية. فأمره بأن يأخذ مما يرد على موارد الدولة من إتاوات الدول الأخرى الأجنبية. كانت هناك دول تعطي إتاوات معينة للمغربي، وأمره بأن يأخذ منها، فإن لم يستفي تلك فإنه يأخذ من الذين يتقاضون أجوراً من الأوقاف، يتقاضى منها نحو النصف على أن يردها لهم بعد ذلك. كان هذا تدبير من على كل حال كان الوعي بأهمية الماء وبتدبير الماء وباستعمال الماء كان حاضر. والآن وقد سرنا إلى ما نحن فيه، فنحن ندعو إلى أن نهتم بالإنسان أولاً، بأن نلقنه، بأن نفهمه، بأن والمشاريع الآن الدولية التي بدأت العالم كلها هي تقول ليس الآن هذا الأمر لا يحل بالإكثار من موارد الماء ببناء السدود، لأنه إذا بنيت سدودا وبقي الاستعمال هكذا وهذا الإهدار كأنك لم تفعل شيئا. فإذا أكثرت الماء وأتيت بماء جديد فإن الذي أفسد الأول وأضاع الأول يضيع الثاني، فكأنك لم تفعل. فلذلك يكون التركيز أساسا على التدبير وعلى الاقتصاد وعلى الاستعمال، لأن هذا أمر لا محيد عنه، هذا أمر ليس بخيار الناس. حينما تنضب المياه، لأن الماء الناس كانوا يتعاملون مع الماء على أنه لا ينتهي، على أنه لا باقي إلى 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 ولا يمكن إفناؤه، هذا هو الأمر. فإذا عممنا هذه الثقافة، وأنا أظن أن هذه المادة تستحق تدبير، تستحق أن تكون مادة دراسية ثانوي ابتدائي في الجامعة، إنها مادة تتعلق بها الحياة، وتستحق أن تكون موضوعاً لخطب في الجمعة، وتستحق أن تكون حديثاً من الأحاديث، وتستحق أن تكون في برامج الفاعلين السياسيين الأحزاب. يجب أن يهتم الجميع بهذا، لأن هذا ليس مسألة مؤقتة ولا تخص زيداً ولا عمر، هي مسألة عامة. ثم نحن محتاجون إلى أن نعمق هذا. وأنا رأيت أو تابعت وشاهدت معرضاً ومتحفاً للماء، متحف الماء في مراكش، وهو متحف شيدته وزارة الأوقاف، وهو من أروع ما هناك، لأن الماء له تاريخ وله أساليب في التعاطي معه. مثل هذا المتحف إذا استطاع أن ينقل على الأقل في جزء منه في كل مدينة، كل مدينة يجب أن يكون لها متحف للماء، إن مسألة الحياة والموت، كل مدينة، كل جماعة، كل ولاية تصنع متحفاً لها صغيرة لتبصر الإنسان بالماء، كيف كان الناس يستقون، كيف كانوا يتعنون، كيف كانوا يجلبون الماء، وكيف هم الآن يستفيدون من الماء، لأن هذه الرحلة مهمة جداً للأطفال الكبار ليعرفوا أين كانوا وأين صاروا أين يمكن أن يصيروا إذا لم يهتموا بهذا. ثم لا بد من استعمال أيضاً التكنولوجيا، والتكنولوجيا يجب أن تتدخل في هذا الأمر، لأن إذا كنا تفتح الصنبورة وتذهب ليسخون الماء فسيستمر الأمر. لماذا لا تكون عندنا كل هذه الأشياء المؤقتة؟ أي أصحاب الحمامات لما احتاجوا، أي أصحاب الحمامات في عندنا في الماء، كانوا يلاحظون أن بعض الناس يستهلكون ماء كثيرا ويؤدون الثمن الذي يؤديه الآخر، فأصبحوا يجعلون يحسبون بقاء الإنسان في الدوش مثلا بنص ساعة، وبعد ذلك لا يصله ماء، فيعرف الإنسان أنه مطلوب منه أن. فهذه الأشياء في المساجد الآن، وفي بعض ما رأينا حتى في بعض الأماكن في الحرم، أن هذا الصنبور الذي تفتح له أمامك بمجرد أن تزيل يدك يتوقف، وأن له مدة، أو أن له هذا. إذا لم نفعله نحن سنفعله اضطرارا، إذا لم نفعله اختيارا سنفعله اضطرارا، أي أن لا يكون هذا الاستعمال الصنابير تفتح وفي المساجد مشكلة،
في حل الوضوء الاستنجاء يفتح الناس هذه الصنابير وهم يبالغون طبعا ويعتدون في الماء. فأظن أن مشروعا من هذا تتعاور جميع هذه الجهات الحاضرة والفاعلين وجميع المشاركين، لا شك أنه سيكون له أثر وجدوى، وطبعا باحتساب بترك مدة معينة لابد أن نحس بأن شيئا ما تغير في حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.